حشرية أو لا، مين منا ما بيسمع الأبراج؟ كتير بيستخفوا بهالعالم وكتير بيعتبروه تفنيس، بس بضل في نظرة علم ومعرفة. تعرف الأبراج على إنها مخططات فلكية توضح موقع الشمس والقمر والكواكب الرئيسية بالنظام الشمسي، كما توضح الروابط الفلكية فيما بينهم. الأبراج تحدد شخصية الفرد وطباعه من خلال دراسة موقع القمر ومواقع الكواكب، وهي عطارد والزهرة والمريخ وزحل والمشتري. تحمل الأبراج أسماء أشياء وحيوانات وشخصيات دينية وأسطورية. الأبراج الفلكية هي 12: الحوت، الحمل، الدلو، الثور، العذراء، الجوزاء، الأسد، السرطان، الميزان، العقرب، الجدي والقوس. بيتقسموا من خلال الاعتماد على تاريخ الميلاد، وبينتمي كل برج منا لواحد من عناصر الأرض الأربعة: الأرض، الماء، والهواء، والنار. يعود أصل فكرة الأبراج الفلكية إلى العهد البابلي، وأوروبا تداولتها عن طريق علوم الإغريق والرومان، وبالقرن الثاني قبل الميلاد انتشر بمنطقة الشرق الأوسط وفي قارة أوروبا. أما أنواع الأبراج، عنا 4 عناصر للطبيعة بيرتبط فيها علم التنجيم. أولاً الأبراج النارية. بيميلوا أصحاب الأبراج النارية إلى الحيوية، العاطفة القوية، المزاجية. يجب التعامل معهم بحذر، بيتمتعوا بطاقة كبيرة. بكتير من الأحيان بيميلوا أنه يكونوا بمواقع السيطرة والسلطة. بيمتازوا بتعاطفهم وحبهم لمساعدة المحتاجين. بسرعة غضبهم بيتصرفوا بطريقة عدوانية وصريحة. أما مميزات كل برج من الأبراج النارية، أكيد منبلش مع برج الحمل: تنظيم، الشجاعة، الجراءة، تفكير كتير قبل اتخاذ أي قرار، بيتمتعوا بروح تنافسية ومرنة، حب استلام المناصب القيادية، العناد أحياناً. أما الجانب السري، حساسين ومتعاطفين مع الآخرين، رومانسيين جداً، محبين وحنونين، بس بيخفوا هالصفات خلف قناع العدائية. أما لتحسين مزاجهم، القيام بنشاط بدني ما مثل السباحة أو سبور أو إلى آخره. البرج الثاني برج القوس، حب السفر، خوض المغامرات، ما بيشعروا بالتعب والملل من البحث عن الحقيقة، وما بيحكموا عن الأمور من ظواهرها. أما الجانب السري، الغالبية بتعشق شخصية القوس اللامبالية، لكن في الواقع هو يهتم أكثر من أي برج آخر، ومن السهل عليه إخفاء شعوره والتصرف كما يحب محيطه. هو شخص تحليلي وبحب التعلم وبناء الذات. أما لتحسين مزاجه، حديث مطول مع شخص أكبر منه بالسن بخليهم يشعروا بالراحة والاطمئنان. ننتقل لبرج الأسد، القوة، الجراءة، الثقة بالنفس، التفاؤل، حب الاهتمام ومساعدة الآخرين، طموحين، مرحين ومبدعين. أما الجانب السري، يبدو وكأنه ما بهمه غير نفسه، لكن في الواقع هو حساس جداً، بحب استخدام كرمه وعطفه من أجل سعادة الآخرين، مخلص جداً وخاصة للمقربين لإله. آخر شيء نكبه هيك للأسد، مغرور. أما لتحسين مزاجه، الاهتمام بالمظهر الخارجي. ننتقل للقسم الثاني وهو الأبراج الهوائية. يميل مواليد الأبراج الهوائية لحب المغامرة والحماس، الرغبة الكبيرة بالحرية والاستقلال. بيعطوا انطباع أولي بأنهم غير أقوياء، قليلي القلق والتوتر بخصوص العالم الخارجي، يسعون للتفوق والتميز، أحياناً يصبحون كسولين وغير مبالين. أما مميزات كل برج من الأبراج الهوائية، مبلش مع برج الجوزاء: الإيجابية والتفاؤل، ذكائهم ومثاليتهم، بيواجهوا صعوبة بالتغيير ومزاجهم متقلب. أما الجانب السري، بيعرفوا كيف يعبروا عن مشاعرهم، فلذلك يعبرون عما يظنوا بأن الآخرين يريدون منهم التعبير عنه. الجوزاء دايما موجود لمساندة الأصدقاء،
حين يكون في علاقة عاطفية فهو برج عاشق ومحب. أما لتحسين مزاجه التواجد مع الأصدقاء، الحياة الاجتماعية علاج للجوزاء، فلازم على طول يختلط ويكون مع الأصدقاء. برج الميزان يسعون لإيجاد التوازن بحياتهم، يعيشون حياتهم كما يناسبهم، يحبون خوض النقاشات لتحقيق العدل، يحبون اللطف والسلام ونشر السعادة بين المقربين منهم. أما الجانب السري، عدم الحديث أو المشاركة في الحديث لا تعني بأن الميزان لا يرى كل شيء ويفهم كل شيء. في أعماقه هو يفكر كثيراً، يملك حدساً قوياً، يفكر 1000 مرة قبل التصرف وينتقد نفسه والآخرين، لذلك يحاول أن يقوم بالأمور بالطريقة الصحيحة. يعني منبلش بحالنا ومنكفي على غيرنا. أما لتحسين مزاجه، العثور على شخص أو شيء بخليه يضحك. ننتقل لبرج الدلو. أصحاب برج الدلو لديهم حكمة، بفكروا بشكل موضوعي بعيد عن العاطفة، بحبوا الاستكشاف والاستطلاع، متمردون في بعض الأحيان. أما الجانب السري، يصارع الكثير من المشاعر كي يتمكن من حب نفسه. ما نشتغل على هذا الموضوع. لذلك فهو يعكس هذا الصراع من خلال إظهاره عدم اكتراثه وعدم تعاطفه مع الآخرين. يمكن الاعتماد عليه وهو مستعد للقيام بأي شيء من أجل الدفاع عمن يحب. أما لتحسين مزاجه، اللجوء إلى الطبيعة والبحر. ننتقل على القسم الثالث وهو الأبراج الترابية. يميلون إلى حب الاستقرار والثبات، الإخلاص للآخرين، أحياناً ماديين وسطحيين. يتمتعون بمهارات عالية في السعي للنجاح وتحقيقه، يمتازون بالحزم والصرامة، يتمسكون بعاداتهم. مميزات كل برج من الأبراج الترابية، منبلش مع برج الثور. طريقة تفكير عملية، يعملون بجد لتحقيق أهدافهم، الرغبة بامتلاك أشياء ثمينة، بحبوا الجمال والأمور المادية، بيتمتعوا بالكثير من الحزم. أما الجانب السري اللي عندهم إياه، عنيدين، بحبوا الراحة والاسترخاء، بحبوا المواجهة بس يكونوا على حق أو عم يدافعوا عن قضية محقة. أما لتحسين مزاجهم، دلل نفسك، يعني مناح نفسك حيالله شيء أنت بتحبه. هيدي الطريقة لتحسين مزاجهم. مننتقل لبرج العذراء. ذكي ولطيف ومرح، بحبوا تقديم النصايح، بحبوا العائلة كتير وبيعطوا كتير من وقتهم لإله، بيدعموا المقربين منهم، بحافظوا على الأسرار. أما الجانب السري، ذكي، قد يبدو متعجرفا، لكن ذلك لأنه لا يعرف ما الذي يريده وكيف يحصل عليه. يملك النفوذ، ما يجعل الآخرين يتخوفون منه. أما لتحسين مزاجه، القيام بحل مشكلة ما. ننتقل لبرج الجدي. بيتميزوا بتحركهم الدائم نحو الأمام، لديهم التزام بالمسؤوليات، بيتمتعوا بدرجة عالية من الصدق والحكمة وحب النظام والقواعد. أما الجانب السري، متفائل وينظر إلى كل ما يحدث حوله بطريقة إيجابية، بيعرفوا كيف يستمتعوا بوقتهم وبجعل من برفقتهم يستمتعون أيضا. أما لتحسين مزاجهم، وضع خطة لتحسين الذات والشعور بالأمل بغد أفضل. ننتقل للقسم الرابع وهو الأبراج المائية. يميل أصحاب الأبراج المائية إلى العاطفة والغموض، لديهم قدرة على اكتساب احترام وتقدير الآخرين بسبب موهبتهم المميزة في التكيف مع مختلف الأشخاص والظروف. مخلصين وهادئين، يسعون دائما لنشر الحب والسلام. أما مميزات كل برج من الأبراج المائية، منبلش مع برج السرطان. الإخلاص للمقربين منهم، حساس جدا بما يتعلق بمشاعره ومشاعر الآخرين. حب العائلة والمنزل، ملاحقتهم لأحلامهم وطموحاتهم وما يجلب لهم السعادة. أما الجانب السري، صعب عليه التعبير عشو عم بفكر، لأنه بخاف من التعرض للانتقاد، بس هو من الأبراج الذكية وبفضل يقرأ شخصيات الآخرين وجعلهم يشعرون بالراحة ولو على حساب نفسه. يشعر بالراحة حين يكون بمفرده أو ضمن دائرة ضيقة من المقربين إليه. أما لتحسين مزاجه، العودة بالذكريات إلى فترة تشعره بالراحة وتمنحه السعادة. ننتقل لبرج العقرب.
يمتازون بغموضهم، بيتمتعوا بالشغف، بيميلوا للحفاظ على خصوصيتهم وأسرارهم. أما الجانب السري يملك قوة مهولة، لكنه لا يحب إظهارها لمن لا يعرفه. يخفي وببراعة واقع أنه رومانسي للغاية، حالم ويرى العالم من منظور مختلف. أما لتحسين مزاجه، العثور على أمر ما يعمل عليه ويضع فيه كل طاقته. برج الحوت يمتازون برومانسيتهم وإبداعهم، يتمتعون بالكرم وبعيدين على الأنانية، عندهم جانب طفولي ومرح. أما الجانب السري عنده كتير خصلات ما بيعرفها محيطه. هو من الأبراج اللي ما بتحب تساعد كل الوقت، ولا بحب يقضي كل وقته مع الناس، بيحتاج لمساحته الخاصة. أذكى مما يعتقده الآخرين، حدسي ومفكر، تحليلي ومنطقي. أما لتحسين مزاجه، يقوم بمبادرة إنسانية تجاه أي شخص. هو من النوع الذي بيلاقي سعادته بس يساعد الآخرين. نحن هون بنكون وصلنا على ختام حلقتنا لليوم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا وعرفتوا شوي عن أبراجكم أو عن الأبراج الناس اللي حواليكم. وأنا برجع بلاقيكم من حلقة جديدة برزق الله مع موضوع جديد. next time. see you. bye bye.